السلام عليكم. أنا سيدة في عمري 43 سنة. دابا غادي نبدا نعاود لكم في القصة ديالي. أنا عايشة حاليا بوحدي، وخا تزوجت مزوجة حاليا وولدت 2 ديال الولاد، ولكن عايشة الوحدة، القهرة، المعاناة والعجز. أسرتي تخلات عليا، للأسرة الصغيرة ولا الكبيرة. عمركم ما تيقوا الدنيا، الدنيا دوارة كتقدر تعطيك حتى كتقول صافي راه ملكتها، ملي كتحيد لك بحال عمر الفرحة عمرك ما ملكتي شي حاجة. كبرت في دارنا في فيلاج صغير مع عائلة كبيرة محافظة، مع والديا وعمامي وعيالاتهم وولادهم، كل الناس ساكنين في دار وحدة، دار ديال الجدود. كنكبر بحدي وكنكبر وانا كنبان صافي، خرجوني من القراية. ماشي غير انا بوحدي، حتى بنات عمامي تقريبا في نفس السن كيقول لك خايفين عليكم خايفين عليكم، بديتو كتكبروا بديتو كتبانوا، الوقت صعيبة. وحيت من اسرة محافظة، كان عندي واحد عمي هو الكبير، هو اللي كيتحكم في العائلة كاملة. هذاك عمي بغاني عروسة لولده، وانا ما كان حمله ما كان قبله. كانت عندي ديك الوقت 18 سنة اللي قرر انه يزوجنا. انا ديك الوقت كنت عرفت على واحد الولد، كنت لاقاه ملي كنمشي للمارشي ديال الفيلاج. هذاك الولد سميتو زهير، كان عايش مع عائلته في الخارج وكيجي للمغرب في العطل. كان كيطمعني بالزواج، تصاحبت انا وياه، بديت كنتعلق بيه وليت كنبغيه. وحتى هو بدا كيقول لي راه باغي ني زعما الزواج، ماشي كيتفلاه عليا ولا غير صحبه اللي دايزه، بين اللي غيديني معاه لفرنسا وما يخلينيش هنا في المغرب. انا تيقته، بقيت كنتعلق بيه وليت كنعيش هذيك الاحلام الورديه والخيال. وكنت كنتسنى غير امتى يجي يخطبني، واخا عارفه راه كاينه مشكله كبيره اللي كنت كنتنساها، اللي هي عمي اللي قرر يزوجني بولدو بلا ما يشاورني ولا بلا ما ياخذ الراي ديالي، بحال انا صافي راه موافقه عليه. في هذاك الصيف جا زهير هو وباه وماما جاوا باش يخطبوني، وكان عند كلمته الصراحه لانه ما كانش كيكذب عليا. طبيعه الحال قالوا ليه البنت راه مخطوبه لولد عمها وقريبه تزوج به. داك النهار كليت قتله ديال العصا من عند بابا اللي حس بيا، راه كنعرف هذاك الولد ولا اللي بيه شي علاقه ولا مهم، كليت عقله ديال قتله ديال العصا. انا ديك الوقيته صافي حسيت براسي صافي الدنيا ظلمات، الدنيا ظلمات عليا. من داك النهار سدوا عليا في الدار، تمنعت عليا السلقه، تمنع عليا الخروج، وتفرض عليا اني غادي ننسى هذاك الانسان الوحيد اللي بغيتو وتعلقت به. وفي هذاك الشهر نفسه زوجوني بولد عمي محفوظ. هذاك الانسان بالنسبه ليا كان ثقيل بزاف على القلب، ما كيتصرط ليا ما كيتهضم، كيجيني بحال شي غول، ما كيعرف يهضر، ما كيعرف ياكل كي بنادم، كيعيفني في كل شيء، كل شيء عنده بجاله، وما بناسبنيش نهائيا لا شكلا ولا مضمونا. بحال حكموا عليا بالمؤبد مع المحفوظ، بحال قتلوني وانا حيه. من داك النهار تبدلات هذيك خديجه اللي كانت فرحانه، ونسيت الفرحه والضحكه وداك الاحلام ديالي، وحتى حاجه ما تبدلات، حتى حاجه ما تبدلات بالنسبه ليا. ملي تزوج كبرت في هذيك الدار وتزوجت فيها وعطاونا بيت فيها، حتى داك التغيير اللي كيكون في حياه البنت ملي كتزوج وكتحول كتنساق البيت الزوجيه ما كانش. تحولت من البيت اللي كنعس فيه مع اختي وبنت عمي البيت واحد اخر مع الراجل اللي ما تقبلتوش. محفوظ كان بحالي، حتى هو تفرض عليه هذاك الزواج، كان بارد من جهتي. كان عنده علاقه مع واحد السيده، فايت ليها مزوجه وطلقها، وهذيك السيده كان باغيها للزواج، ولكن عمي ما بغاش. هي هذيك الوقت اللي كان قرر انه يزوجنا، كان كيهضر معها قدامي، كيعيط ليها كيتصل بها قدامي، ما داير لي حساب.
وما كانش كيهمني الصراحة، كنسمعو ما كتحرك فيا حتى شي حاجة. دوزت معاها مرين، كارها فيها حياتي، كارها فيها راسي، كارها فيها عائلتي اللي حطوني في هذاك الوضع. حتى لواحد النهار كنت خارجة تلاقيت بحب حياتي زهير، شافني جاية وقف كيتسناني حتى قررت حداه. ميزت عينيا وشفتو تصدمت، هضرنا مع بعضياتنا، ما تخزلت عليه، ما تدركت عليه، ما رفضت. كان ديك الساعة عندي بورتابل، تبدلنا النوامر ديالنا، ما حسيتش بلي درت شي حاجة خايبة. هما اللي رغبوني وغصبوني على هاد الزواج. بقيت كنهضر معاه خزنة على راجلي محفوظ وعلى عائلتي، حتى النهار اللي اتفقنا فيه باش نهرب ونتلاقاه. قال لي خرجي من عندهم وندفعوا لك الطلاق وملي تشدي نتزوجو. انا كنت ثايقه فيه، جمعت ساك صغير فيه حويجات قلال وشي ورقات مهمين وخرجت ما تلفتش موراي وتلاقيتو. مشينا من الفيلاج، سافرنا، بدلت لاكارت ديال التليفون باش ما يعرفوا عليا والو، حيدتها صافي، قلت غننسى هذاك الماضي. انا شرطت على زهير باش يبقى التعامل ديالنا بيناتنا عادي، نبقاو بالعقل ديالنا، ما نديروش شي علاقه اللي هي محرمه ولا شي حاجه اللي ندمو عليها من بعد، حتى نطلق ونتفارق مع محفوظ. داني لدارهم كانت عندهم في المدينه، وفعلا مشينا للمحامي ودفعت الطلاق ديال الشقاق. في داك الوقت زهير كان مهلي فيا، ما خلاني خاصني حتى حاجه، حتى خير ما خصني. سحب الكسوة، بدا كيكسيني الحوايج، الصباطة، اي حاجة احتاجيتها الا وكيوفرها ليا. انا نسيت شي حد سميتو محفوظ ونسيت عائلتي حتى هما. واخا ملي كنتفكر با وعمي كتشدني الرعدة وكنتخلع، اما راجلي ما هامنيش. طلاق ما كانش ساهل، وعائلتي في الاول كانوا بغاو يعرفوني فين كاينه، كيقلبوا عليا، ولكن اللي عرفوني هربت مع زهير صافي. غسلوا عليا يديهم وقالوا للمحامي راه غيطلقها، غير تنسى، راه عندها شي عائله، من اليوم تمحينا من الذاكره. نهار طلقت فرحت، وفي نفس الوقت كنت متخوفه من اللي جاي. هذاك النهار بدات بدايه جديده في حياتي، بدايه اللي هي مختلفه. عائله زهير كانوا في اوروبا، حنا تسنينا حتى كملات الشهور ديال العدة وعقدنا العقد ديال الزواج، تزوجنا. عائلتهم اللي عرفوه ما عجبهمش الحال، حتى لقيت مو باه كيدق في الباب على جهدهم، داخلين علينا، فينا هي فينا هي. زهير كيقول لهم مالكم شنو واقع، وقفهم الصراحة عند الحد ديالهم. هما شنو اللي ما كانش عجبهم هو اني مزوجة ومطلقة وولدهم عمرو سبق ليه الزواج، هادشي اللي كنت عارفه. وهو عرف كيفاش يسكتهم، ما عرفتش شنو بقى كيهضر معاهم، المهم سكتو. وعرف كيفاش يتفادى الصداع والمشاكل ديك الساعه. انا بقيت غير واقفه كنشوف، ما كان عندي ما نقول، ما عندي ما ندير. بقيت عايشه في ديك الدار مع زهير، وهو كان كيمشي كيجي لفرنسا، عنده الوريقات ولكن ما قدرش يديني بالزربه حيت القوانين ديال فرنسا صعيبه، وهو منتهي وما خدامش، كيدي وكيجيب السلعه من فرنسا للمغرب ومن المغرب لفرنسا. وليت انا كنبقى بوحدي في الدار، وهو كل شهر او شهرين كيمشي ويعاود يجي، وكنبقى بوحدي كنقوبع في الدار. ولكن واخا هكاك كنت فرحانه، فرحانه لاني تزوجت من الانسان اللي بغيتو، اللي تحرمت منه عامين وانا محرومه منه، وانا مع انسان اخر اللي ما كنبغيش. كنفكر في عائلتي، ماشي ما كنفكرش فيهم، كنفكر فيهم، كنحس ان عائلتي تخلاو عليا وما ساندونيش وما حسوش بيا. وملي كنتفكر ماما كنبكي وكنبكي وبزاف، ولكن ما عندي حتى حل. بالنسبه لي انا تمنيت لو كان عائلتي كانوا وقفوا معايا وكانوا بغاو ليا الانسان اللي انا باغاه، وفكروا في المصلحه ديالي، ماشي غير في العائله ولا في هذاك داك الشيء اللي فرضوا عليا عمي. انا ملي شفت هكاك
مش في راسي غير بوحدي، ويعني كندوز شهور بوحدي في الدار. ملي كيكون زوير ما كاينش، بديت كنفكر ديك الساعه في الاولاد، بديت كنجري ونجاري عند الاطباء باش نقدر نحمل. بغيت شي وليد ولا بنيته يعمر عليا ويونسوني وندير منهم عائلتي اللي تحرمت منها الصراحه. ايوا وجاب الله وحملت، وزهير فرح بزاف صراحة، فرح بزاف بالحمالة ديالي، وفرحته كانت كبيرة ملي شتو هكاك. يعني بكيت انا بديك الفرحة، حتى انا بكيت، كيوحمني ما كيخلي ما يجيب ليا مهلي فيا، حتى التحراك والحركة كيقول لي بالنقص من كل شيء، حافظي على الجنين اللي في كرشك. كنت حاملة بتوام، ودازت عندي الحمالة في الأواخر ديالها صعيبة مع الثقل. كانوا عندي جوج وليدات ذكورة، وكتعرفوا الرجال كيحمقوا على ولاد الذكور، فرح بيهم بزاف. أنا جاتني التربية صعيبة، خصوصا توام وأول ولادة ليا، وما كانش عندي حد يعلمني ويوريني كيفاش نتعامل معاهم ولا يعاوني فيهم. بالليل كيبيتوني فايقة، وبالنهار حتاني كذلك، وكي كيتعاندوا في البكاء في الرضاعة في كل شيء. نهار اللي كنت كنولد وكنت وجع، تفكرت بميمتي وكنقول الله يسمح لينا من الوالدين. ولدت امي بالحياة وما حضرتش ليا، ما زغرتات ليا، ما هزت ولادي. هذيك هي اللحظة اللي حسيت بها بالاحتياج للماما. داك الساعة ملي شفت وليداتي قدامي حسيت براسي ملكت الدنيا في يديا. حسيت براسي ديك الساعة تزوجت بفارس أحلامي، وولدت وليداتي من الراجل اللي كان بغيه. يعني ما كانش شي فرحة أكبر من هذيك الفرحة. ومع الولادة ولا صعيب أنه يدينا معاه لفرنسا، خاصي يخدم، خاصي يبقى خدام شحال باش يقدر يصاوب لينا الوريقات. وليت كنطلبو باش دغيا يقاد لينا الوراق، باش الوليدات ما يتحرموش من أنهم يقراو فرنسا، باش يتلم هذاك الشمل ديالنا ونجمعو. وكانت عندي فيه ثقة تامة، عمري ما شكيت فيه في شي حاجة، عمري ما كدبتو. اللي قالها ليا كان ثقة هدرته كاملة، عمري ما فكرت فيه شي تفكير اللي هو خايب، أو لا درتو في شي بلاصة ولا شي موضع اللي هو ماشي هو هذاك. كيمشي لفرنسا كيجلس شهر ولا شهرين، ويجي تاني عندنا يجلس شهر ولا شهرين، وغادا السنين كدوز. وبديت كنولف هذاك الوضع، ولكن كيبقى فيا الحال على ولادي. حتى لواحد النهار مع الايام مية قال لي زهير غنخرج معايا الدراري نلبسيهم. لبستهم قديتهم وخرجهم، كانت هذيك هي اخر مره غادي نشوف فيها وليداتي. هو دا ليا ولادي، مشى ودا ليا ولادي معاه بلا ما يقول لي حتى شي كلمه، بلا ما يفهمني علاش ولا كيفاش، ما عارفه حتى شي حاجه. كان مقاد ليهم كل شيء، الدار لقيتو هز حتى الورقات ديالهم، وهز الحاله المدنيه ما خلى لي حتى شي حاجه، كل شيء قادو وجدو بلا خباري. واللي عرفته من بعد ان زهير الوقت اللي كنت تفارقت معاه فيه كان تزوج مره اخرى تماك عايشه في فرنسا، كيدوز معاه شهر وكيجي يدوز معايا انا شهر. ومن بعد ما عرفتش شنو اللي وقع اللي خلاه اختار هي ودا ولادي وخلاني انا هنايا في المغرب بوحدي، بلا ما يبرر ليا، بلا ما يشرح ليا، بلا ما نعرف حتى شي حاجه. لحد الساعه ما خليت قنصليه، ما خليت جمعيات، بغيت اي حاجه اللي تقربني منهم ونشوفهم ولا نعرف شي حاجه عليهم. كلهم حاولت اني ندخلهم في هذه القضيه ديالي، ولكن ما صورت والو. كنموت في الساعه 100 مره، كنتفكر الشمته والغدر اللي غدرني، ولادي اللي داهم بخاطري انا اللي لبستهم قديتهم وعطيتهم لي حيت هو باهم. كنبقى نبكي كنبكي، ما انا بالراجل اللي بعت دارنا على قبله، ما انا بولادي، ما قدرت نرجع لدارنا، ما قدرش نوريهم وجهي، ما نقدرش، ما عنديش الوجه اللي نطلع عليهم بيه. لحد الساعه عايشة في نفس الدار، كتوصلني منو الماندا شهريا بها باش عايشة، وما عنديش البديل عليها، ما نقدرش حتى ديك الماندا ديالو اني ما ناخدهاش، لاني ما خدامة، ما عندي العقل للخدمة، ما عندي الخاطر للخدمة، وليت مريضة بالعصاب.
ما عندي حتى شي حاجه ما كتحلى ليا في الدنيا، والو حتى حاجه ما كتحلى ليا، واخا ما عرفت شنو يكون عيدي، ما هو عيد فرحي، ما هو فرح، ما كنشوفش، ما كنضحكش، ما كنشوفش الفرحه نهائيا. بغيت حتى انا شي نهار نشوف ولادي ونعنقهم، اما هو صافي خرج ليا من الخاطر. حياتي عذاب في عذاب، ندمني على النهار اللي تبعت فيه الحب وخليت دارنا، الدنيا غدارة وما نصفاتنيش، خدت مني أعز الناس. والرجال ماشي كيف ما كنشوفهم، ها هو كان كيبغيني وكان مزيان معايا وما كيخسر لي في والو، في حتى شي حاجة، ما عرفتش شنو اللي قلبوا عليا. كان سد عليا الباب، انا بوحدي دايما بوحدي، ما عندي صحابات، ما عندي عائله، براجلي وولادي وبعائلتي وعايشه بلا بيهم. والله اعلم واش عارفين يمهم، واش عارفين اني حيه، واش عارفين اني راكينه ولا ما كايناش، اشنو كيعاود ليهم عليا، اشنو كيقول ليهم عليا. كندوز وقتي غير في هاد التساؤلات، كنبقى نسول في راسي كيفاش ولاو، كيفاش دايرين، فاش كيقراو. بزز كنبقى هكا حتى كيديني نعاس، وضروري كناخد الفانيل ديال العصب باش كنعس بلا بيه ما يدينيش النعاس. هذه هي القصه ديالي، هل ما عرفتش واش انا غلطت، واش انا درت شي خطا، واش انا غلطت، واش هذا الدرب اللي درته مع دارنا، هذيك الفقصه اللي فقصتهم اللي هربت، ولا الله اعلم دعوا فيا ولا شنو، ما عرفتش. ولكن انا دابا كنتعذب، مازال كنتعذب، دعوا معايا، كنتسالكم الدعاء، دعوا معايا.